طائرة وزير الخارجية الروسية تحط بمطار الدار البيضاء. حطت طائرة رئاسية روسية تقل وزير الخارجية سيرغي لافروف يوم الاثنين بمطار محمد الخامس الدولية بالدار البيضاء. وذكرت مصادر محلية فإن الطائرة الروسية حطت على أرضية مطار الدار البيضاء لتزود بالوقود قبل مواصلة مسار رحلتها نحو العاصمة الروسية موسكو. وعلى متنها وزير الخارجية لافروف الذي كان في رحلة طويلة انطلقت من أمريكا الجنوبية بعد زيارة قام بها إلى عدد من الدول من بينها كوبا وفنزويلا. نشكركم على حسن المتابعة.